فيه. تمام. السلام والنهضه مشكلتنا كلها الاسكان. كل اشكالنا كله هو المسكن بس. عايزين اربع حيطان يتهونا يا اسطى. احنا تلات اسر في شقه واحده. اعوذ بالله من كلمه انا واسرتي معايا ولد وبنت واخويا معايا ولد وبنت ووالدتنا قاعده معانا وتلات اسر في شقه واحده. احنا كل اللي عايزينه احنا احتلنا الشقق. بس احتلنا الشقق ايه؟ ولا في صرف صحي ولا في ميه ولا في شبابيك ولا شبابيك ولا بيبان ولا بلاط. هما بيقولوا لنا ان احنا محتلينها. لكن احنا مش محتلينها يا عم الحاج. احنا مش محتلينها حضرتك يا عم. احنا احمد شفيق محتلينا. ما جيش احمد شفيق هنا واخدنا الجيش. احمد شفيق هو اللي جه خدنا من قلب المخيمات بالليل الساعه 3 بالليل. جم عربيات جيش هم اللي خدونا وودونا المساكن ديت. طب اشرف قالوا لنا خليكم قاعدين لحد ما نبحث الحاله بتاعتنا. هي اللي بقى عشان طلعتنا بعربيات كلنا وقاعدين المحافظه سيادتك. المجموعه الثانيه احنا جمعنا هنا طبعا. المكان هناك امام الاذاعه والتلفزيون ما كانش سايق الناس. امسك يا عم واتكلم سيادتك. فجت مجموعات منا هنا وفي مجموعات فضلت قاعده هناك واخدين بالها من البيوت. كل اتنين تلاتة بيخلوا راجل واحد قاعد هناك. ففي اللي كتب اسمه هنا وفي اللي كتب اسمه هنا وتقسم. لكن هنا احنا دلوقتي لما جينا من هنا المحافظه اللي قالت احنا بنعتبركم ضيوف على محافظه القاهره. اقعدوا هناك واحنا هنجي لكم ويتم البحث على الطبيعه. البحث بيجي من سنه. انتوا امبارح كنتوا جايين تاخدوا يوم الخميس يوم الخميس كنا امام مكتب السيد رئيس الوزراء. مكتب السيد رئيس الوزراء بعد ما توصل لحقيقة أمرنا نزل قرار بتسكين 4000 وكسور من الناس الموجودة واعطي لمن يستحق ابتداء من اليوم. القرار احنا قارينه بعينينا. استلموا السيد الاستاذ محمد البنداري المسؤول عن الاسكان هنا اللي هو سكرتير المحافظ يوم الخميس وودانا معاد امبارح الساعه 9 الصبح. جينا استنيناه الحد نوب علينا 10 نابوا عننا 10 نابوا عننا طلعوا له واحد الله ابويا خد ودى معاهم في الكلام على اساس ان احنا هننسق مع بعضينا. ال 10 اللي طلعوا مندوبين عننا ينسقوا مع سيادته كيفيه تنفيذ القرار اللي نزل من السيد رئيس الوزراء. اكتشفنا في الاخر ان المساله مش مساله تنفيذ قرار كامل. ده مساله مساومه على هناخد جزء ونديكم جزء. واكتب لكم عقد بخمس سنين واكتب لكم عقد يعني مساله تجزئه وتقسيم الناس. احنا مشكلتنا وقضيتنا يعني قضيه واحده. يعني حصل تفاوض بعد القرار هنا بيتقسم. خدوا 2000 عشان عندي ناس وما عنديش ناس. لا احنا عايزين قرار السيد رئيس الوزراء يتنفذ بحد غيره. انت تعاقد نعم انت تعمل ايه؟ احنا قاعدين نقول عايزين حد غيرنا. هو بيقول عايز مفيش بكل ادب بكل احترام بكل يستحق ياخد حضاري محترم. لو انت عايز كده مفيش مننا انسان واحد. احنا عايزين انسان عادي. لو جيت على كلنا كلنا ناس مساكين وسبعين اسر بقى الاسره فيها خمسه وسته عارفين بعضنا كلنا. روح يا جماعه احنا قلنا له لو احنا لو حضرتك عملت بحث ولقيت ان في حد مش مستحق احنا اللي هنطلعه لك. وقابلنا الاستاذ محمد البنداري الكلام ده من 20-25 يوم وقال لنا انا مستني تاشيره رئيس الوزراء. استني قرار على الورق بتاعكم والورق بتاعكم كله خالص. اللي هي جت يوم الخميس اللي هي جت يوم الخميس رحنا جبناه له سيادتك. احنا اللي جبناه احنا اللي رحنا ندهناه وهو انتدب السيد رئيس الوزراء ودناه الاستاذ محمد البنداري. اه راح واستلم القرار بايده وقال لنا يا جماعه انا خدت القرار. انا خدت القرار نغلط ونفرح. والاخر نكتشف امبارح اخر النهار ان احنا اتقسمنا. ايه اللي حصل نتيجه التقسيم؟ احنا هناك دورنا الاكل في بعض. الناس اللي اخذت الشقق عملت ايه؟ محدش لسه خد حاجه. وحتى بيقسم سيادتك حضرتك الناس اللي حصل امبارح اللي خد واللي خد بقى يضربوا بعض فوق. امبارح حصل مجازر بيضربوا بعض وبيقتلوا بعض بسبب الشقق. هو قسم
بتتكلم بناء على ايه؟ بناء على اسماء اني اقول لك المساكن اللي هي مؤيده. هو كده سيادتك ودي العاده. هو كده سيادتك الحكومه. هو كده سيادتك محتاجينها. هو كده سيادتك ثانيه بيقلبها حمام دم. هو كده اللي حصل امبارح. ترفع عليه. هو ده اللي حصل امبارح. لو فرقنا من بعضينا فرق مميز او مش مميز. امبارح حصل بقى ضرب وخلى ناس ماتت. معنى ايه يا عياذة؟ معنى ايه ناسين طالبين منه اللي هو يدينا احنا عايزين معنى ايه؟ في شقق مميزة. ايه هي الشقق المميزة؟ ان هي معمولة سيراميك. قرار رئيس الوزراء اللي طلع يوم الخميس يتنفذ بالحق. اللي مستحق يسلم. اللي يستحق ايه؟ اللي مستحق ايش يخرج؟ احنا مش عايزين اكتر. واحنا نساعده في خروجه. احنا كلنا اوراقها ايه؟ ونزلنا شكوتنا على الكمبيوتر. احنا مواطنين مصريين لينا حق. الدستور بيكف لنا حق السكن. اهلا وسهلا. ما بيكفلناش نخرج نشوف اي نسيبه ثانيه. مش تبع مصر احنا. احنا مش عايزين اكتر من رئيس. قال القرار الحكومي. جبنا له قرار حكومي ينفذه. امبارح اي اللي ما بحدش ما بينفذش حاجه. كلنا معانا عيال. اللي معاه معانا معاه الوزراء تاني ليه؟ ما رحتوش لرئيس الوزراء تاني ليه؟ الوزراء ما قال لك عندها انا غلط بس مش عارف. تقولوا له كده. تقولوا له ان هو عايز يقسم. يا بيه احنا كل اللي قاعدين بنتكلم. من هيسمعنا؟ 50 60000 واحد مقدمين كل واحد دافع 20. حلو الكلام؟ بقى لها 13 شهر. الفلوس دي كلها عامله ملايين. بتعمل كل حاجه. ما حدش استفاد منها. الحرامي يعرف بعد كده في حاجه هنا. كل يوم معاد وكل يوم قرب. بعد كده في حاجه هنا حضرتك. احنا دلوقتي قاعدين ومفيش حد في منهم سائل فينا. هم عايزيننا ندبع في بعض هنا. هم عايزين. امبارح كانوا عملوها كده والنهارده عملوها كده من الشارع. هم عايزيننا نطلع عن شعورنا. هم عايزيننا نعمل صوري العربيات كده. هي واقفه. استني يا مدام. هم دلوقتي عايزيننا نطلع عن شعورنا. ليه؟ هم دلوقتي مش سائلين فينا. من سبع سنين يا ولد. عايزيننا ما احناش غلابه. عايزيننا نطلع من شعورنا. شرف عبد الحق حسن. خف دمك يا رب. استني ده تعالى صورينا هناك في المكان اللي قاعدين فيه. تعالنا بكره ولا يوم الثلاثاء ونشوف. اسمي خلف ده. دي صديق عادي معاه مليات بكره وكيل عن فاطمه محمد موجود خير. مبيعات المعادي الجديد. مبيعات المعادي الجديد. وكيل عن فاطمه محمد موجود خير مقيمه بمنطقه المعادي الجديد. مشكله في المحافظه او في ما يريب عن المحافظه او المحافظه. مفيش حد بيسمع حد. ترخيص طالع حكم مزوح عشان الراجل ده وراه مستشار. مش عارف المستشار رخصه على ارض مملوكه للغير. حكم مزوح رقم واحد. اثنين ادونا قرار ازاله. قرار ازاله اهوت. يقول لك الموظف اللي حاطط عنه عليه. طب عنت عليه ليه؟ يقول لك ده طلع غلط. في محافظ بيطلع قرار غلط. طيب يا عم انت طلعت قرار غلط. طيب ايه الصح بقى اللي تديهولنا؟ النيابه الضرب الاحمر كشفت في التحقيقات التزوير في القضيه 35/82 لسنه 2010 اللي صدر عليها الترخيص. رئيس حي البساتين اللي ادى الترخيص طلع المبنى 7 ادوار حد دلوقتي ما اتعملش فيه قرار ازاله نفس. لما يكون منطقه معادي يكون فيها برج 7 ادوار ورق مرخص والمحافظ ما يعملش حاجه روح للنائب. النائب ما ياخدش قرار معانا وتكتب مذكره وكم ورقه مذكرات. ما فيش حد يدينا رد. يدينا رد. الناس دي هتروح فين؟ النهارده الحي رفعنا دعوه قضائيه. بيرد على مجلس الدوله بيقول له ايه؟ بيرد على مجلس الدوله بيقول له ايه؟ بيقول له في تزوير. طب لما انت عارف انه في تزوير ما انت اديته رخص وانت مكنته ولا مزور. طب زيل المبنى المخالف ده اللي انت عملت بيه كارثه على حق الغير. لا مجلس الحي بيقول لك انا ما مزيلش. لو جالنا حسن مبارك مش هزيل. رحنا للنائب. النائب قال لك مش اختصاصي. طب يا سياده النائب مين في كل حل؟ قالوا المحافظ. طب بعدين رحنا مكتب المحافظ. ما رئيس المكتب الفني استاذ صغير ولا سهام قالت واقفه مش هيطلع قرار ازاله الا لما ايه يجي لي الغاء رخصه. نسقوا مع بعض. انت ما تلغيش انا ما طلعتش قرار ازاله. طب يجيب مين؟ يجيب لي اوباما يديني قرار ازاله؟ هذا قرار ازاله بتاعه ولا اروح اجيبه منين انا قرار ازاله؟ يجي ينفذ الورق اللي هو عمل طلعوه مزور ده عشان وراه مستشار. يجي يشوف البلوه اللي هو عملها.